استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة الإنغولية لواندا بزيارة القصر الرئاسي بلواندا، حيث كان الرئيس الإنغولي جواو مانويل جونز لورانسو في استقبال سيادته، حيث جرت مراسم استقبال رسمية. ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف. شهد اللقاء عقد مباحثات منفردة، حيث أعرب الرئيسان عن التقدير المتبادل للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وأنغولا. وفي هذا الإطار شهد اللقاء التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين. وعقب المباحثات عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس جمهورية أنغولا. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس جواو لورانسو رحب بزيارة السيد الرئيس إلى أنغولا في إطار جولة سيادته الإفريقية، مثمناً الدور الفاعل للسيد الرئيس في معالجة القضايا الإفريقية، لا سيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها. وقد أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بزيارة أنغولا للمرة الأولى، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر إلى تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنغولي والرئيس لورانسو فيما تعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية. وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الأنغولية لواندا متوجهاً إلى العاصمة الزامبية لوساكا للمشاركة في أعمال القمة 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا. ولدى وصول سيادته مطار لوساكا الدولي كان في استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في زامبيا.